يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شادي. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. يوم بعد يوم بنشوف التطور الكبير اللي بيحصل في قرى مصر كلها والمشروعات اللي بتعملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كل المجالات. عشان كده من الطبيعي ان تكون حياة كريمة هي اكبر مبادرة تنموية لتغيير حياة اهالينا في القرى وتحسين الحياة المعيشية ل 60 مليون مواطن منها. يعني هنا دلوقتي بنتكلم عن 28 ألف مشروع تم تنفيذهم في قطاعات الصرف الصحي والمية والتعليم والصحة، كمان مراكز الشباب، وده غير الدور المجتمعي والاقتصادي والثقافي اللي بتنفذه المبادرة، وده طبعا لدعم أهالينا في القرى وعشان يحصل تحسين لمستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة. عشان كده لما بنقول إن حياة كريمة بالفعل أعادت مرة تانية رسم خريطة مصر التنموية. ليه؟ لأنها نجحت في تغيير شكل الحياة والخدمات. زي ما كانت منا بتتكلم دلوقتي عندنا 28 ألف مشروع، يمكن عشان نقعد نتكلم عن كل هذه المشاريع فإحنا محتاجين ساعات. لو هنتكلم مثلا عن قطاع الصحة فهنلاقي إنه تم إنشاء الكثير من المستشفيات وحدات صحية وحدات طب الأسرة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية والخدمات الطبية، إعادة تأهيل مستشفيات وإنشاء مستشفيات جديدة. ده طبعاً غير القوافل الصحية والعلاجية اللي بتنظمها بشكل مستمر الحقيقة وتوصل لكل المحافظات، خصوصاً في المناطق النائية والمحافظات اللي كانت محرومة من الكثير من الخدمات الطبية. نفس الأمر في قطاع التعليم، هنلاقي ان في احلال وتجديد للمدارس، هنلاقي في تطوير للفصول، هنلاقي في توسعه في بعض المدارس، هنلاقي في مدارس جديده بيتم انشائها لان الناس كانت بتضطر، ولادهم يعني كانوا بيضطروا ان هم يمشوا مسافات كيلومترات 2 و3 كيلومتر على الصبح كده، طفل صغير في ابتدائي انه يقطع كل هذه المسافه عشان يوصل للمدرسه بتاعته، طبعا حاجه صعبه جدا. فهنلاقي هنلاقي ان في مدارس بيتم انشاء فيها فصول جديده، يعني المساحه اللي فيها كانت تسمح بزياده عدد الفصول بقى بيحصل، وفي بالإضافة لده إنشاء مدارس جديدة من الأساس. ده غير طبعا مبادرة سكن كريم. هذه المبادرة بيتم من خلالها رفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى وصلات بقى المياه والصرف الصحي وكل المرافق اللي بيحتاجها المواطن. كانت مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الصرف الصحي خاصة في الأقاليم وفي الريف، في القرى، في العزب، في النجوء، في التوابع كمان، لأن مبادرة حياة كريمة مش بتشمل فقط الأماكن الرئيسية. طبعا ده بتوصل لحد توابع كمان هذه القرى. أكيد. يمكن اللي بيميز برضو حياة كريمة مش بس إنها بتبني مدارس يا شاذلي، أو إنها بترصف طريق، أو إنها بترمم بيت. أعتقد إن المميز والمختلف فيها إنها بتستهدف إنها تبني إنسان، الإنسان نفسه، إنها تزود عنده الوعي، تزود عنده الثقافة، تعمله تمكين اقتصادي. كل الحاجات دي بتحصل من خلال إنها توفر تمويل للمشروعات الصغيرة، وإنها بتدرب أهالي القرى على الحرف اليدوية، وإنها كمان بتحاول ترجع دور القرية المنتجة مرة تانية. مجهود كبير إحنا بنشوفه مستمر رغم الأزمة العالمية، وبرضو إحنا شايفين إن الدولة لقت برغم إن الأزمة العالمية دي موجودة، لقينا إن في هدف واضح هو إن المواطن يعيش حياة كريمة. عشان كده نصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر.